السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى كلشي يكون احسن حال نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. هذا لاول مره كتشوف هذا الفيديو، طبعا تابوناو وعملوا لايك لهذا الفيديو. واخيرا الاخوان، الشركه ديال ديزو دخلت المغرب وجابتكم هاوتة مزيونين، تليفونات واعرين كما كتشوفوا معايا، تليفون صغير الاخوان ولكن محيين كبار كما كيقولوا. تبعوا الشرح باش تعرفوا هذا الهاتف، هذا راه مزيون صراحه وفيه ديزاين واعره وثمن مناسب. ما عليكم الاخوان الا تبعوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تتعرفوا على هذا الهاتف هذا وتشوفوا الكاميرا ديالو والباتري وشحال فيه ديال لاكارت. فهاد الشرح هذا ان شاء الله بحول الله نوصل لكم بالمهل كل شيء الافكار على هذا التليفون هذا. تحياتي الخوت، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، والله كتفرحوني. تحياتي الاخوان. نبداو على بركه الله الاخوان، كما كتشوفوا الهاتف ها هو كاين وسط هاد العلبه هذه كما كتشوفوا. نبداو على بركه الله ونشوفوا نتعرفوا على العلبه اشنو داخل في وسطها. كتشوفوا الاخوان ديزو، يا لطيف يا لطيف، الهاتف هذا خرافي الاخوان. شوفوا 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 شوفوا، يا الهي يا الهي يا الهي، الهاتف او لا 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 لا، شوفوا 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 الظهر ديالو، شوف واعر الاخوان. الكاميرا ديالو بحال ريدمي. شو الكاميرا ديالو دايره، السميه جات مزيونه هنايا، ديزو كما كتشوفوا واعر الاخوان. مهم كما كتشوفوا معايا هاتف مزيون وكما كنقولوا بلاندي صحيح كما كتشوفوا معايا. الصاج كيدي صاج سامسونج. مهم اول حاجه نبداو بالديزاين ديالو، الظهر ديالو كما كتشوفوا الاخوان واعر مزيون، كيعطي منظر مزيون وصحيح كما كتشوفوا معايا. الظهر ديالو كما كتشوفوا وجه الشكل ديالو ديزو هنايا، هنا الكاميرا ديالو فيها الباف والكاميرا الوسط والفلاش كما كتشوفوا. هنا كما كتشوفوا تحت كاينه البلاصه ديال السماعات، الميكرو عنده برونشي مع بلاصه ديال الشحن كما كتشوفوا. هاتف ليتوش كما كتشوفوا عنده باف هنايا، هنا في الراس، وهنا الاخوان عنده باف، وهذه كامله كما كتشوفوا معايا هذه البلاصه هذه كاينه بيل، بيل ديالو يعني بيل واعر فيه كما كتشوفوا معايا. مهم كيتفتح من هذه اللعيبه ها هي كما كتشوفوا، شوفوا شحال فيه ديال لابيس، واعر واعر الاخوان الصراحه. شوف كما كتشوفوا كاينه جوج لابيس كما كتشوفوا هنايا، وكاينه البلاصه ديال الكارت ميموار هنايا. دابا الاخوان غنشوفوا العلبه اشنو فيها، شنو باقي فيها. كما كتشوفوا هنا الاخوان كاين الباتري ديالو كما كتشوفوا، وهنا شنو باقي، باقي الاخوان هذا الكتاب ديال الشركه ديالو ديال ديزو كما كتشوفوا. ديزو هذه الا بقات في المغرب راه مزيانه، غتسفر على السوق الله العظيم، حيت التليفونات واعرين وصابورين كما كتعرفوا في الخدمه ديالو كما كتشوفوا. وباقي واحد ديزو اخر جديد، مهم مور هذا الفيديو ان شاء الله غنزلكم وغنحاول نزلو في الاخر هذا الفيديو هذا يطلع لكم فيديو اخر. مهم نحاولوا ما امكن نرجعوا هذا الشيء هذا ونشعلوا الهاتف ونخليكم معنا دقه دقه باش نجربوا. الكاميرا فيها الاخوان واعره مزيونه مزيونه بزاف الكاميرا، والثمن الاخوان الثمن 200 درهم وكاينه اخر 150 درهم، الثمن مزيون الاخوان بزاف يعني الدراوش اراب الرع. تليفون مزيون الكاميرا، بسم الله على بركة الله. كتشوفوا الاخوان، شوفوا نجربوا البيل ديالو، نجربوا الشعل ديالو كما كتشوفوا. بسم الله كما كتشوفوا الاخوان كيشعل على لي مارك ديالو ديزو، اسمعوا مزيون تا القضية اللي فيه. هنا الاخوان كتاكتيفيو اي لغة فيه حتى العربية كما كتشوفوا، فيه جميع اللغات كما كتشوفوا. من بعد ما شعل الاخوان غنشوفوا اول حاجة نتيستيو واش الفلاش ولا الكاميرا، نحاولوا ما امكن الاخوان نشوفوا الكاميرا ديالو. ممكن الكاميرا تخدمها من هنا من فوقي من هاد البليسة هادي هي من الراس، تسكيو في الراس اوتوماتيك كتخدم الكاميرا كما كتشوف معايا. شدي مهم مزيونة ما بيهاش. شو الاخوان هانت شو كيش كيسبان هاد ديزو ستار الاخوان
500 واعر واعر بزاف قسما بالله الاخوان، اللي بغى شي حاجه مرحبا به، محل كاين في طنجه وكنوصلو الى بغيتو شي واحد مهم يكون هنا في طنجه كنوصلوه. مرحبا بكم الاخوان. مهم نشوفو الفلاش ديالو. الساروس الاخوان كيتستعمل من هنا من تحت، او التوارس الاخوان كما كتشوفوا من هنا، هاد النجمه هادي هاي وكتزولو هيدا بهاد الطريقه هادي من فوق من تحت. دابا نشوفو الفلاش ديالو كما كتشوفوا الاخوان. نوريكم بيلي اللي قلتكم قبيله، كتسكيو هنا كتوركو الوسط، تفيو هاد الضو باش يشعلنا. شوفو با 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 شعليه بيجو النهار، وشو كيفاش كيضوجهم. شوف شوف واعر الاخوان، والصراحه واعر حتى الناس الباديه، الناس الباديه ننصحكم بهذا واعر البيل ديالو. ناحيه ديال البهيمات والغليمات، المهم يضويو في الليل كيكون عندهم الضوء قليل كيشريو هذيك البيل. هذا راه واعر صراحه الله، مزيون بزاف كما كتشوفوا. المهم هادشي اللي كاين طفيوه اخوان. اللي بغى يشري هاد الديزو هذا مرحبا به، راه موجود في السوق. مرحبا بكم الاخوان، وتحياتي وشكرا بزاف على الدعم ديالكم الاخوان. دائما كتساندوني وكتدعموني، شكرا كتفرحوني بزاف والله. وانا معكم اي تليفون دخل، مرحبا بكم احسن اثمنه.